هيا بنا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونحن في يوم الدعاء وفي يوم التضرع إلى الملك، عل الله أن يتقبل منا الدعاء مع الحبيب محمود حجازي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت، يا من خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب.
القريب.